سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه بالمعجزات مثل سجر نبات جد لي بوسلين
صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدروا قلوبكم يا معشر ذات الألباب حتى أجلوا لكم عرائس معاني أجل الأحباب المقشوس بأشراف ألقاب أرواك إلى حضرة المالك الوهاب حتى نظر إلى جمالك بلا ستر ولا حجاب فلما أنا ونذو سمع الرسالة في سماء الجلالة خرج به مسروم الجليل لنكيل وملكة جبريل يا جبريل ناد بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته كمن وجود الأشياء وإبداع الله.